برتابة الوضعية التي كانت عليها المحكمة، ويكفي الرجوع لترتيبها المتدني الذي يترجم ارتباكا وعشوائية ابتداء من إجراءات عقيمة تنأى عن المرونة وحفظ مهترئ وآماد للبت شاخت حتى يأس مرتفقوها ونقص عن مساعدة التضمين المعلوماتي، فبالأحرى التحيين وكيف الارتجالي ينأى عن التوجه الرسمي لمحكمة النقد. وإن المسير لعمل هذه المحكمة مؤخرا سيلاحظ أن نسبة المحكوم إلى المسجل عرفت قفزة نوعية مطلع سنة 2016 إذ تطورت بصفة قياسية إلى 150%. افتتاح السنة القضية كما أكدت وأؤكد لجميع المنابر اللي اتصلوا بي بأن محكمة استئناف الحمد لله عرفت واحد الطفرة نوعية على مستوى النجاعة القضائية، وكما قلت أنها احتلت الرتبة الأولى سنة 2020 من نسبة المحكوم من الرائج اللي هو اللي كيبين التصنيف ديال المحاكم. حاليا سنة 2021 قفزت إلى 90% وأوتوماتيكيا ستحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني الحمد لله. القضاة يشتغلون في وضعية جد مريحة، لم يعد ذاك التراكم وذاك العبء وذاك الثقل الذي كان يعان ويرزق تحته القضاة. حاليا القضاة يشتغلون كما قلت في وضعية مريحة، موظفين كذلك، وهذا اللي ساهم فيه هو التنظيم ديال العمل. ملي كيكون التنظيم جيد كيكون العطاء جيد الحمد لله. رقمنة الملفات، هذا مشروع بدات فيه الجهات العليا ديال التحديث، وبطبيعة الحال قطعنا في أشواط كثيرة جدا ونأمل المزيد الحمد لله. حاليا كل شيء في المحكمة هو مراقب ويراقب إلكترونيا، ابتداء من تسجيل الملف إلى حكمه إلى توجيه لمحكمة النقد، كل هذه الأمور هي مراقبة إلكترونيا. واستغنينا بدينا كنصنعوا حتى السجلات الورقية، دابا نشتغلوا رقميا سجلات رقمية. كذلك على مستوى الأحكام حاليا كنسكانيوها، يعني ما بقاش الحيب تمشي للحيب تاخذ سنه يمكن تدخل لورديناتور وتجبد الحكم ديالك. حنا دابا لان الكثره ديال الملفات والاحكام ديال المحكمه الاستئناف حنا غادي سنه بسنه، ولكن حاليا راه وصلنا من 2000 تقريبا 12 حتى 2021 كلها سكاني بالنسبه لهذا. هذا كان برنامج ديال النجاعه القضائيه، ذاك بديته في بعض المحاكم السابقه، برنامج النجاعه القضائيه. هذا يخول مراقبه العمل القضائي داخل المحكمه ككل الكترونيا. كل شيء يتعلق بالمحكمة، كل شيء يتعلق بالمحكمة يتم مراقبته إلكترونيا، وهذه الأبليكاسيون هذه كتساعد المسؤول القضائي أن المحكمة كتكون صغيرة، لأن ما بقاش مسؤول القضائي خصو يمشي يشوف الملفات وينتقل عينا ويطالع كذا ويشوف الإجراءات وكذا. هذه العملية ديال هذه الأبليكاسيون ديال تبرير النجاعة القضائية هي كتولي المحكمة كمرآة وكيراقبها المسؤول القضائي في أقل جهد وفي أقل وقت. برتابة الوضعية التي كانت عليها المحكمة، ويكفي الرجوع لترتيبها المتدني الذي يترجم ارتباكا وعشوائية ابتداء من إجراءات عقيمة تنأى عن المرونة وحفظ مهترئ وآماد للبت شاخت حتى يأس مرتفقوها ونقص عن مساعدة التضمين المعلوماتي، فبالأحرى التحيين وكيف الارتجالي ينأى عن التوجه الرسمي لمحكمة النقد. وإن المسير لعمل هذه المحكمة مؤخرا سيلاحظ أن نسبة المحكوم إلى المسجل عرفت قفزة نوعية مطلع سنة 2016 إذ تطورت بصفة قياسية إلى 150%. وهذا شيء يتوجوا فيه جنود خفاء اللي هما السادة القضاة والسادة القاضيات اللي بذلوا مجهود كبير باش يقدموا لنا هذه النتيجة الإيجابية وهذه النقلة النوعية. الشيء الثالث هو أن مجموعة من الجوائز التحفيزية قدمت المجموعة من الفاعلين القضائيين والإداريين والموظفين كذلك التابعين لهذه المحكمة، لأن ما ننساوش على أن الموظفين ديال المحكمة والأطور ديالها تشكلوا واحد الراهن أساسي في تبليغ الأحكام، في تهيئة النسخ، في تنفيذ الأحكام، كذلك في استقبال المرتفقين داخل المحاكم بسلاسة بمرونة بمساعدتهم بتوجيههم. هذه أمور تتلعب دور كبير في أن المتقاضي يكون مرتاح ويمكنه أن يلجأ القضاء بأريحية كبيرة ويغادر المحكمة وهو ممتح، بدل يغادر وهو قلق، لأنه كيجي قلق خصو يخرج على الأقل شي شويش منفتح. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في،
شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.